مرحبا سونال 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 اخيرا اخيرا سونال اخيرا هلا كل شيء رح يصير حقيقه انت عبقريه عن جد انك عبقريه قلت لك طبعا هلا شو مشان حفلتي طبعا بوعدك اذا تزوجنا انا وريشي لاعمل لك احلى حفله هالشي رح يصير عن قريب ليكي نحن قدرنا انه نقتل رابط ريشي ولاكشمي هيك وهلا ضل اخر خطوه هذا وعد بكرة رح نفذ لك ياها ممتاز وبعدين يا مدام انتي بيصير فيكي تخططي لعرس كبير مع السيد ريشي شو رأيك فيني؟ عجد مالي قدراني استنى ما بعرف كيف قدرت اتحكم بحالي بس ما عاد اتحمل اكتر من هيك خلص اها مبارح قضيتوا وقتكم مع بعض انتو الاثنين سوا بشو ما قدرتي تضبطي حالك؟ قليلي سكتي شو علي؟ انتبهي على وشك طالع منه قضوية ملونة أي حدا غريب بيعرف شبك من جواتك مبين عليكي وأنا اللي كتبت هذا السيناريو يعني عنوان الفيلم أنا أذكى بنت بهذا البلد هالدور إليك يا مدام بس كأنه صار الحديث الدرامي زيادة عن اللزوم ليكي إذا بدك الحقيقة أنت أذكى من الكتاب حتى شكراً إليك على هالمجاملة بس قولي لي هلأ تعرفي شو صار؟ بين ريشي ولاكشمي من بعد ليلة مبارح؟ حبيبتي شو فكرة يصير بعد اللي شافته المدام لاكشمي؟ تخانقوا على الأكيد مشاكل ممتاز أكيد علقت المشاكل بيناتهم هلأ مو معقول مو معقول قديش متمنية شوفهم كيف عم يتخانقوا هلأ وكون شاهدة على هذا الحوار الحلو يا ريت كنتي استمتعتي بالمشهد بس بالنسبة إلي الفرحة أكبر عن جد حلمي شوفهم كيف عم بيتقاتلوا لأنه لهلأ ما بشوفهم غير رايقين ودائماً متفاهمين مع بعض خلص مليت منهم بس هلأ أكيد عم يتخانقوا مع بعض لأ ما رح يأذوا بعضهم لاكشمي هي بس اللي رح يكون قلبها عم يتقطع يا مدام هذا يلي قصدي قلك عليه لاكشمي أنا بصراحة وقت اللي طلعت من هون أنا رحت على بيت ماليشكا لاكشمي وسقي فيني أنا أحكي. كنت هنيك بس مو أكتر اللي شو صار ما بتقدر بقول لك أنا بما أنك ما رح تحكي ريشي معك حق كيف الرجال بده يعترف لمرته أنه كان عم يخونه أنت كيف عرفتي؟ عرفت اللي ما أنك قدران تعترف لي فيه ريشي شفته مبارح بعيوني التنتين أنا شفتك بعيوني شفتكن وحسيت كأني متت حسيت قلبي تقطع كسرت اللي قلبي من جوا بعملتك هاي ريشي ما ضل فيني روح لكمل طريقي على البيت ليش هيك سويت فيني ليش 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 هيك سويت فيني أنا رحت لهنيك لأنقذك لأني خفت يكون صاير معك شي وردة ما بتطلع منها بس ما كنت بعرف إنه هالوردة إلي لو بعرف إني رح لاقي زوجي مع وحدة تانية ما رحت عم تخوني اسمها خيانة ليش ريشي ليش لحتى تعمل فيني هيك ليش ماني قايلت لك قبل أنا قدرانة أتحمل كل شيء بس ما بقدر أتحمل الخيانة أبدا أنا انتهيت قلت لك كمان من قبل أنا موجودة بهالدنيا كرمالك معقول وجودي كله ما كان بيعني لك شيء من اللحظة اللي خنتني فيها أنا خسرت كرامتي بسببك أنت دمرتني من جواتي بعملتك المشاعر شيء دمرت كل شيء بيناتنا ما عم صدق إنك مثل البقايا ليش
ليش عملت هيك؟ ليش؟ كان فيك تقلي بس لمرة إنه أنت عندك رغبة تضل مع مليش كمو معي أنا. أنت بتعرفني كتير منيح وقتا كنت بحمل حالي وبروح ما بضل بيناتكن ولا بخرب عليكن قصتكن. لكن نهاية لاكشمي وثقي فيني، ما بعرف كيف صار هيك، بترجاكي صدقي كلامي، أنا ما بعرف. لاكشمي لا لا، ما بدك تعطيني تفسير للي صار؟ شو كان صار لو أنا عاملتها؟ شو؟ أنتي ما بتغلطي هي الغلطة؟ لو غلطت وعملتها شو؟ كنت رح تقبل تبريري شي؟ ليش لازم أسمعك؟ ليش لازم صدقك؟ هيك المفروض؟ شو الغلطة يا ريشي؟ ليش المرة لازم تتحمل خيانة زوجها بكل بساطة؟ كل ما رح أطلع فيك رح أشوف حدا ما بعرفه، رح صير فكر كل الوقت بهي الغلطة. من بعد اللي سويته فيني ما عاد رح يكون في ثقة بيناتنا أبداً. ليش هيك؟ لاكشمي أنا عن جد بعتذر، ما بعرف إذا كنت بستاهل تسامحيني ولا لا، بس أنا آسف من قلبي. ما في فايدة، ما عاد في داعي ريشي. حتى لو طلبت مني سامحة رح تقدر تصلح اللي انكسر فيني؟ الارتباط، المودة اللي كانت بيننا، الثقة الكبيرة، كيف بدك ترجعن هدول؟ وحتى مليشكا كيف قدرت تساوي بالبنت هيك؟ انت خنتها كمان؟ فيك تغير هذا الشيء؟ خطر ببالك شو صاير فيها؟ خطر لك انك دمرت حياة بنتين مع بعض؟ مليشكا، خالته سمعت شو كنا عم نحكي؟ مالي متأكدة، ما بعرف إذا سمعت. لأنه إذا سمعت راح المخطط على الفاضي. خالته أكيد رح تحس بالذنب وتصير تهددنا إنه رح تفضحنا قدام ريشي وقت شغلنا كله بيفشل. مليشكا، انسي قصة العرس وحفلة زواجك أنت وريشي. سكتي، خلصنا. يلا خلينا نعرف إذا سمعت ولا لا. شو يلي عم يصير؟ مليشكا أنتي ما بتتغيري؟ ليش أمي؟ استني سونال، أنتي ما قلت لك بكفي وطلبت منك تروحي من عنا؟ فيك تقلي لي ليش لسه ما رحتي لهلا؟ شو غلطت إني دعيتك؟ أنا بعترف إني ارتكبت غلطة كبيرة لأني دعيتك، بس ما كنت بعرف إنه ممكن بنت مثلك تنزل لهذا المستوى البشع. أنت كيف قدرت تخونني ريشي؟ قلي احكي يلا. لاكشمي انا ما بعرف كيف صار هيك، حتى ماني متذكر شو كيف صار. بترجاكي توثقي فيني. اوثق فيك؟ بترجاكي انا كنت واثقه فيك، وبسبب هي الثقه كنت قادر واجه مشاكل الدنيا كلها شو ما كانت، لانه انت كنت معي، لانه زوجي كان جنبي.